السلام عليكم. اليوم مع هذا الوحش الصغير راح نديرو الانبوكسين تاع ايربود برو لا فيرسيون 2 تاع ابل. وصلني اليوم راح نديرو الانبوكسين اول مره. حلو منا. ما هذا الصوت اللي نزيدو نحلها منا هكذا ونفتحو لابوات ونشوفو واش فيها. لابوات بون، لابوات نورمال فيها هذا تاع الكتيبات وتاع كيفية الاستعمال تو كاع الكتيبات تاع ابل. بون ما عندناش التفاحة كيما لي برودوي الاخرين. البوكس بعد نحلو. عندنا لابوات واش فيها لداخل. فيها هذا الكابل تاع الشارجينغ، هنايا USB-C، وهنايا تاع الايفون ولا تاع الايربود. واش كاين هنا ثاني؟ هنايا لابون كاين هذوك يعني اللي تزيدوهم في السماعات، اللي عنده وذنو صغيره يستعمل هذو، اللي وذنو موين يستعمل هذو، و اس اكس اس والال عمل كاع لي طاي. شوفوا هنايا بكري كانوا كاين غير الكبار والصغار، ما كانش هذو الموايا. اوكي نجو السماعات. السماعات ثاني عندهم هنا غلاف للفتح. اوكي نزيدو نحلوها لو اعلى منا كا. هذا يتشارجا بال يعني يتشارجا عن بعد، يعني تحطه غير في الابل واتش ولا شارجر تاع ابل واتش ولا شارجر اديستانس تحطو غير هكا يتشارجي. الحاجه الجديده في الايربود الجديد هنا عنده وين تعلقو باش ما يتودرلكش. في هذا اوبال يعني ولا ضاعت لك هذه السماعه ولا ضاعت لك هذه لابوات بالتليفون، هذه تصدر اصوات باش تلقاو الايربود تاعكم تلقاو البواتي. هنايا وين يشارجي بيان سور. ومع الفتح نفتحوهم 1 2 3. هم السماعات ما شاء الله، يعني سماعات قوية جدا. ادخلوا في اليوتيوب ولا في السيتا ابل تلقاو كاع الاعدادات ولا الخصائص تاع هذو السماعات الرهيبة جدا من شركة ابل. هذا اخر اصدار تاع الايربود برو 2، كان برو 1 كان برو 2. اي طحت. المهم ان شاء الله تلقاو في فيديو واحد اخر انبوكسين واحد اخر. نستناو في الايفون، استغفر الله، الايفون 14 برو ماكس كي يوصل ان شاء الله. راح ثاني ندير لكم الانبوكسينغ تاع الايفون 14 برو ماكس. سلام.